ترى أسيتي جلسة باسم المنظمين نشكر كل من لبى الدعوة و دعونا البنك المركزي الروسي والحكومة الحكومية الرأي العام نتفق يعني إيجابيا و والله هو الحقيقة المسؤولية متاع استقرار الدينار ماهيش من صلاحيات وزارة المالية، هذا لخط كبير، هي من صلاحية البنك المركزي. يمكن التصريح اللي عملته وزيرة المالية واللي ما كانش موفق وما كرهش عملته لأنه ما هوش من مسؤولياتها، هو يلزم الإجراءات اللي تأخرت وللأسف للحفاظ واستقرار سعر الدينار، بالخصوص هو ترشيد العجز التجاري والتحكم فيه، خاصة بترشيد التوريد ودفع التصدير وبالخصوص الفوسفات، وهذا من أهم شيء نجم يساهم في الاستقرار. والثاني هو النمو بصفة عامة وكل ما هو انطلاق الاقتصاد متاعنا، واللي اليوم وللأسف في حالة ركود. احنا نسبة النمو ما فاتتش 1%، وهذا الدينار هو يعكس الوضع الاقتصادي ككل. فما نقص في الإرادة وفي الإجراءات، ونقص كبير في الخطاب وفي التواصل، وهذا يخلي أنه من العباد اللي استنات وصبرت وعبرت عن وعي أنه مرحلة الانتقال مرحلة صعبة، العباد صبرت على في انتظار حتى عن المؤسسات السياسية، اليوم يراو أنه ماشيين في نفس النمط، ويشوفوا أنه كان مش نواصلوا هكي ما فماش حتى على المدى المتوسط أنه أمورهم باش تتغير، سواء من البطالة سواء من بالاستثمارات في البنية التحتية. وهذا من مسؤولية الحكومة في منوال التنمية اللي قدمته ما خذاش بالحجم الكافي، ويطرح جملة من التحديات التي قد باتت تقوض متوفرة لاقتصادنا مهما كان المشاكل. واضح، ولكن سوف نركز على إيجاد، نطرح اليوم مشكلة تراجع قيمة